يعتبر راس وضحية لهذا النظام الصحي اللي شوه سمعته، ما خلاها يؤدي عمله بالصورة المطلوبة. وقاب الأسبوع الماضي تخطى 90%، حدود 95%، وفي اليوم الأول، اليوم الثاني زاد 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 الرقم، لأنه كانت مسائل تنظيمية في اليوم الأول، معنا عدل تنظيم محكم، والناس كاملة مشاركة ومهتمة واقفة وقفة رجل واحد، وكان إضراب ناجح على كل المقاييس. هذا المشهور إنه يدي رسائل، واحدة للمواطن عن الطبيب عن إذا هو واقف ومطالب تحسين ظروف الصحة، مطالب بإصلاح قطاع الصحة اللي تتحمل الوزارة الوصية هذه الوضعية اللي هو فيها، واللي الطبيب ما يتحملها. وجه من رسالة أيضا للوزارة عن 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 الأطباء الأساليب اللي كانت تقبل معاهم، عنهم تحاول التفرقة بيناتهم، والله التهديد عن هذا ما تنجح النتيجة، عن هذا الجيل من الشباب ما هو قابله ولا هو ليستمر فيه ودوره يتحقق مطالبه.